لنحلق بكم سوية سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المباراة الأخيرة ما قبل الانتقال إلى كوتي وهينكي في هذا اليوم الكبير من ببجي موبايل العالمي، حيث تحدثنا عن ساعة الصفر التي انطلقت من البداية. لقد حانت من جديد ولقد حضرت في هذه اللحظات الطائرة إلى الآن مستعدة للتحليق، وحلقت وانطلقت بمباريات دائما ما كانت وفية لعشاق هذه اللعبة العالمية. في اليوم حيث نحن في وسط كم هائل من النجوم، نجومنا المتواجدة معنا هنا بمدينة الرياض. مشاهدينا الكرام، أول جولة بخريطة الفي كندي، يا هل ترى كيف راح يكون التعامل؟ يا مرحبا يا مرحبا، هاي صح تليق على يا مرحبا. حقيقة يا مرحبا على يعني الخريطة والماب اللي جدا جدا مشتاقين لأحداثها ولفايتاتها ولأسلحتها ولتحركها ولسياراتها ولكل شيء متواجد بها. هنا أمامنا لاعبين فريق التيد آيس جايز بالنزول مع لاعبين فريق البي تي آر بالأحضان بهذه اللحظات. كلاش دروب راح يسبب أضرار كبيرة ما بين طرفين، ممكن يسبب أول $2000 وأول $5000. لنرى ونشوف شنو الممكن يصير ما بين الفريقين. نيد ذاهبة من قبل لاعبين فريق التيد آيس جايز، سيفوسير أول نيد، نوكيتم من قبل لاكسي، لاكسي يبحث عن تأكيد النوك لتحصيل $2000 وأول إقصاء يتم هنا داخل المباراة. مطاردة من البي تي آر، نعم البي تي آر وجاكارتا الآن سعيدة، البي تي آر وجاكارتا الآن تهتز بحناجر العاشقين للبي تي آر، بحناجر المحبين في هذا اليوم. فكل شيء في هذا اليوم يدعونا إلى الاستمتاع في هذه النهايات الكبيرة، في هذه البطولة الرائعة بقوة وبإمتاع وبامتياز بي تي آر. وكأنما اللاعبين هدوا شوي من تحرك مباشرة على فريق الديد آيس جايز، لكن بالمجمل أما سيقصى البي تي آر وأما سيقصى لاعبين فريق الديد آيس جايز، المنطقة غير قابلة للانسحاب نهائيا. نعم المنطقة غير قابلة للانسحاب يا ملا، وهنا أول إقصاء كان للاعب لوكسي أو أول نقطة تحتسب للاعب لوكسي من فريق البي تي آر على حساب شيفو سير من فريق الديد آيز جايز، ولكن لم يحدد بعد أول سكواد وايب. هنا 3-4 تبدو المهمة صعبة لفريق الديد آيز جايز، ولكن تبدو أيضا مهمة صعبة لفريق البي تي آر. حتى 3-4 الكل يحاول أنه يلعب بستايل مختلف في هذه الخريطة، مع أنها غابت الكثير والكثير من الوقت، غابت هذا الخريطة علينا، لكن شوفوا فيها عودة، ونتمنى أيضا أنها تكون عودة بكل البطولات لفيكندي. صراحة الكثير يحب هذا الجو ويحب تضاريسها. وهنا ننتقل مباشرة مشاهدينا الكرام إلى الفالكون، تيم الفالكونز، دمار يوسف وأيضا نيفرالون وباورفول، 600 متر تفصلهم عن الزون، وتتابعون أيضا على يمين الشاشة الأجواء التي نعيشها مع بعض ويعيشها كل عشاق لعبة ببجي موبايل من كل أنحاء. حتى ولو تتابع من المنزل تستمتع، تتابع بستيج تستمتع، تتابع بالسيارة تستمتع، تتابع بالمقهى تستمتع، وهذا كله بفضل ببجي موبايل التي تجمعنا هنا بمدينة الرياض وهنا بالجيمرز 8. باورفول يتلقى إصابة وضرر عالي جدا، باورفول يحاول أن يتقدم، باورفول يحاول أن يضغط على لاعب فريق السيفن سي، باورفول يتقدم يا ولد يا باورفول، أيضا بمساعدة ومساندة من اللاعب دمار. الله 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 يا فريق الفالكون، فالكون 2-4 ايضا كان في التحاق وباورفول يصاب، عفوا مش دمار بل نيفرالون هو المتواجد مع باورفول، واحتمال كبير يكون في اقصاء ايضا للاعب ثاني. نيفرالون يحاول واقصاء لثاني لاعب من فريق الفالكون هنا في هذه اللحظات، واقصاءين عليهم. الله على بداية غير موفقة تماما للصقور، وهنا يوسف ودمار آخر الناجيين من هذه التشكيلة بمحاولة الانسحاب من المنطقة والتواجد في منطقة آمنة.
تواجد في منطقة آمنة قاعد نعيشه بهذه اللحظات. أعزائنا المتابعين في كل مكان، ففريق الفالكون أيضا هم الآن متواجدين بهذه النقطة. تحرك يوسف، تحرك أيضا من قبل اللاعب دمار، تواجد بمنطقة مختلفة تليفه ممكن قاعد نعيشه. اس 2 جي التحرك مستمر، ريز هنا والنمور، نمور باراضي الثلوج، ريفن كلاو، الاي جي ال لهذا الفريق، الاي جي ال اللي نعم حصل كاس بطوله البي ام دبليو اي. اليوم راح نتابعه ونشوف تواجده بالقرب من لاعبين فريق الاس 2 جي. ريز انتظار امام ستون، شوف كيف الرؤيه راح تكون متواجده ما بين ريز وما بين ستون من لاعبين فريق الفامباير، وما بين ايضا لاعب الاس 2 جي كالسي المتواجد بزاويه راح تكون صعبه على الفامباير. الفامباير راح يكونوا بموقف صعب جدا لو تم الضغط عليهم من اكثر من زاويه من لاعبين فريق الاس 2 جي اي سبورتس. ابطال ليفيك، ابطال ارقام ليفيك، المحصلين على كل اموال ليفيك وكل شيء كان بليفيك كان من مصلحه لاعبين فريق الاس 2 جي. كالسي مره ثانيه، الرؤيه وانتظار من بعيد، هناك لاعبين ايضا، عبور جيد من قبل لاعب سيلس، العبور كان جيد من تلك المنطقه. هل لاعبين فريق الاس 2 جي يبحث عن استحاب انسحاب وعدم خوض فايتات حقيقيه من لاعبين فريق الفامباير، ولا هناك نيه مبيته لاعبين فريق الاستراتيجي؟ هناك محاوله للتقرب، للتقدم، لتضيع الافكار. شوف 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 النيه عند اللاعب سيالس، محاوله تقرب اتجاه اللاعب ريز. الضغط اللي تم، لاعبين فريق الفامباير الان محاصرين بين شبكه لاعبين فريق الاستراتيجي. الرؤيه ممتازه وممكن يحصل الضغط على الفامباير. نتابع هنا كالسي يراقب كل التحركات، وأيضا في نفس الوقت ستون دي يتفادى الإقصاء، يتفادى الإصابات، يتفادى الخسائر هنا من فريق الفامباير، ولكن يبدو الأمر صعب جدا مع كل هذا الحصار اللي تم من فريق الاس 2 جي. ستوند وأيضا اللاعب شواب يحاولون الضغط على لاعب فريق الاس 2 جي. نيد رائع جدا يا ولد على نيد، ولكن لم يسبب أي ضرر هذا النيد، وانسحاب إلى الخلف من لاعبين فريق الاس 2 جي. يلا نتابع ونحاول أيضا أن نغطي لكم هذه الجولة بحماس وبمتعة وبفرجة مشاهدينا الكرام. هنا نيد ثاني بوم، إصابة كانت على ريز من فريق الاس 2 جي. سيلاس يا سيلاس، تخطيطك ما راح تكون فائدة، تخطيطك ما راح تكون عندها فائدة من هذه المسافة، والفينش سيتم هنا على لاعب فريق الاس 2 جي. فامباير بمحاولة السيطرة هنا في هذه المنطقة، ولكن كالسي برد سريع وقوي جدا اللاعب كالسي على الريفن كلاو، والفايت هنا 3-3. إصابة بإصابة، 4 أو 5 فرق متواجدين خارج الزون بعد مرور 8 دقائق منذ بداية هذه المباراة. دي دبليو جي، نيجما، جالاكسي، وأيضا فريق الفامباير الذي يحاول أنه يسيطر على المنطقة ويحاول أنه يعطي التغطية الكافية للاعب ريفن كلاود. ديد آيس جايز، عفوا، اللاعب أون توب بإصابة وفينش يتأكد على اللاعب أيدح من فريق الآر 8. إصابتين، سكتون وأيدح يغادرون، بندر وبرستيج محاولة الانسحاب من هذه المنطقة، وأول إقصاء لشواب من فريق الفامباير. إقصاء مميز ويحتسب له 2000 أو تحتسب 2000 دولار مباشرة لهذا اللاعب المميز. أين كان أول مباراة للاعب أكشن إقصاء مميز؟ لكن هنا فريق الاس 2 جي بعد الخساره في انسحاب من المنطقه، والتدخل من فريق البي تي ار. زوكسي يتدخل وكاد يصيب احد لاعبي فريق الاس 2 جي. هنا ممكن يكون في ريبوزيشن من الاس 2 جي، وفريق البي تي ار ايضا مهددين للخطر من هذه الزاويه، ويحاولون قدر المستطاع الضغط على فريق الاس 2 جي. اس 2 جي هنا الان المتواجدين بصوره صعبه بخساره اول لاعب الفامباير، ايضا اقصاء ثاني. ترتيب المكافآت اعزائنا المتابعين، اس 2 جي اكثر فريق مع تحصيلا للارباح ب 24000 دولار، من ثم الاس تي اي ب 14، دي دبليو جي ب 10000، وباقي الفرق تباعا قاعد تشوفوه على يمين الشاشة أعزائنا المتابعين. هنا أمامنا التواجد، نوك داون إلى اللاعب هامز جي، وباقي سيالس وكالسي فقط المتواجدين داخل المباراة. فامباير العودة، على الرغم من خسارة عدد لاعبين، هذا الفريق عارف وقادر التعامل بكل الظروف، عارف وقادر على التعامل بكل الوضعيات. حتى هنا أمامنا الضغط اللي قاعد يتم من سيالس،
ما قاعد يكون إلا ذيك الثمار الجيدة. 10 دقائق مرت من عمر المباراة، شاهدنا خسارة 10 لاعبين داخل المباراة، جل الفرق خسرت أعداد لاعبيها، لذلك تواجد الآن فقط 5 فرق كاملة من ضمنهم النجمة جالكسي ألفا 7 دي دبليو جي هم اللي متواجدين بهذه اللحظات. الفالكون خسروا عدد من اللاعبين، وأيضا لاعبين فريق الأريت خسروا أو الأريت هم الآن متواجدين. خلينا نتابع بي تي آر زاكسي والتحرك زاكسي ومحاولته الدعم وكل الدعم للزملاء. هنا أمامنا أيضا السيفن سي زون شمالي وزونات في كندي. عاد زونات في كندي تعال خذ لك متعة من الزحمة اللي تصير بالأخير. والله زونات في كندي اللي دائما ما تعطينا متعة، دائما ما تعطينا فايتات رائعة، ولكن هنا هذا الزون يسحب مباشرة للمناطق الشمالية ويضم جزء كبير من المياه مما سيعقد مهمة جميع الفرق. اقتربنا من نهاية الجولة، فمن سيسيطر؟ S2G أكشن بروعة، أكشن يتدخل على السادات من هذه المنطقة. وهنا نتابع أيضا محاولة الضغط على فريق S2G. بيكا يضغط، بيكا يزيد يرفع ضغطهم، ويحاول أيضا فريق الرعد أن يتدخل من هذه الزاوية. DWG فافيان، يا فافيان يا فافيان يا فافيان، يغادر فافيان فوريست أيضا في طريق للمغادرة. لاكسي بمحاولة، DWG وصل إلى هذه المنطقة ب3 لاعبين بعد خسارة فافيان ومغادرة هذا اللاعب. فوباير أيضا يلتحق فوريست باستقبال عنيف جدا هنا في هذه اللحظات، استقبال من الدي دبليو جي وتأكيد الفينش هنا أيضا من هذا الفريق. لم يتم الوايب بعد، 12 فريق على قيد الحياة، لم يتم احتساب $5,000 لأول فريق سيغادر هنا في هذه الجولة. ألفا 7 بتدخل على فريق النيكما جالكسي، لورد أيضا يتلقى إقصاء، وهنا محاولة رد الاعتبار من فريق الألفا 7 بعد ما كان فيه إقصاء لهم من اللاعب لورد. انتقام سريع بمباراة الإيرنجل، وهنا رؤوف يتلقى نيدات، رؤوف يتلقى ضرر عالي، وكارينو بمحاولة، كارينو يحاول يتدخل، جاهم ضرب من طرف آخر، جاهم ضرب من حمودي، جاهم إقصاء من حمودي، جاكم حمودي، جاكم حمودي، جاكم حمودي، يا ولد يا ولد يا ولد الله، حمودي حاول 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 ولكن لم يكن موفق حمودي في هذه المباراة. وكارينلو ينقذ فريق الألفا 7 بإقصاء للنيجما جالاكسي، وأول $5,000 تمشي لخزينة فريق الألفا 7. تحية كبيرة لكل جمهورنا الحاضر هنا بالبوليفارد الذي يشجع كل الفرق ويتواجد بالجيمرز جايد بعاصمة المملكة العربية السعودية. مباراة تبتدئ من نار، نعم في كندي مولعة وما بيها ثلج، نعم فرحة الأنصار راح تكون من هنا وحزن لأنصار ثانيين من هناك، ولكن ليس بعد، فالمباراة على شدها وانطلاقة النمور. فامباير شوابيكس وضغط على S2G، نعم القلابة على صعبة، الجنود داخل القلعة والهجوم من النمور المفترسة هنا للبحث عن جنود S2G، مطاردة ووصول كالسي بضرر، لكن من بعيد دي بي اس لا 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 لا، لقطة عالمية، لقطة تاريخية، نعم على وطار وأنها على لاعبي فريق S2G. أوه هي الفامباير بكل الوضعيات بكل الوسائل، أنت والكل بالكل، أنت والإبداع بعين وبحد ذاته يا لاعبي فريق الفامباير. بي تي آر هناك على لاعبي فريق الدايز جايز والسلوورت بلا كلل ولا ملل، مستمرين يمتعون بهذه المباراة ويبدعون ويقدمون. لوكسي هنا الآن خفر السواحل متواجد على لاعبي فريق الدايز جايز، ممنوع العبور، اللي يعبر راح يكون خارج أسوار المباراة. مرة ثانية دي دبليو جي بأي مخاطر، أي مخاطر هاي بلاعبي فريق دي دبليو جي، رد بالك من ألفا 7، فاموس الألفا 7، النمور بحالة صعبة، تفجير لسيارة راح يكون قريب، شوف شوف فاموس فاموس، ضرر من السيليساو هنا الآن من السيليساو البرازيلي على لاعبين فريق دي دبليو جي. الشمشون بحالة خطرة والشمشون يغادر ألفا 7، فاموس هي لاعبين فريق الألفا 7، نعم بقوة لاعبين فريق الألفا 7 يبدعون أمام دي دبليو جي. بالنهاية دي دبليو جي مخاطرة بالعبور ويدفعون ثمن هذا العبور بهذه الصورة أمام الألفا 7، صعب العبور والدخول بهذه الصورة. إبداع كبير جدا من الفريق البرازيلي المتواجد هنا بهذا الزون الحالي. ستالوورت إي سبورتس أيضا قريبين جدا منهم.
بينهم. سنشاهد فايتات رائعة وممتعة بين الفريقين. ستار وورد بيصدق ساعات الألفا 7 بخمسة، فريق السيفن سي باثنان، ديد ايس جايز بثلاثة، والبي تي ار باثنان. هذا هما الفرق المتواجدة على قيد الحياة بعدد من النقاط. أما بما يخص الرعد وفريق الفالكونز وأيضا فريق الأريت، كلهم بصفر نقطة منذ انطلاقة هذه الجولة. هنا معنا بي تي ار لوك سي يحاول أنه يدخل إلى هذا الزون الحالي، ولكن المهمة صعبة جدا، المهمة لم تبدو بالسهل، بل فيه كثير من الفرق، فيه الكثير من اللاعبين المتواجدين هنا، خاصة فريق الألفا 7 الذي يستقبل أي عبور. ألفا 7 متواجد في منطقة استراتيجية، مقابل أيضا فريق السيفن سي إي سبورتس متواجد بمنطقة أخرى استراتيجية. ديد آيز جايز ضغط الزون يأتيهم ومحاولة دخول الزون عبر المكان المتواجد في فريق الرعد. هل راح يكون في استقبال؟ يلا يا ديشا، يلا يا السادات كايتو، عارفين أنه في تحرك من فريق ديد آيز جايز، ولكن هذا الروتيشن يبدو طويل. وهنا تدخل من سادات، سادات يحاول الله على فديد آيز جايز، شاري بتدخل رهيب جدا، شاري مهما ضغط الزون يصيب أول لاعب من فريق الرعد. وهنا نيد مباشر من اللاعب كايتو، كايتو يحاول، وهنا إصابة من ريفو. ألفا 7، ألفا 7 بقوة هنا في هذه الجولة، ألفا 7 بإبداع، يقول لك ما فماش المستحيل ألفا 7، فما أرقام وفما برايس بول اللي عبر ريموت يا ملا من أمام الألفا 7، ممنوع العبور أمام الألفا 7، ممنوع الدخول على الألفا 7، ولكن ترجع بنا يا مخرج إلى ديد آيز جايز وفريق الرعد بمحاولة من الجهة اليمنى ومحاولة أخرى أيضا من الجهة اليسرى، وفريق البي تي آر من الخلف يضغط أكثر فأكثر. 100 متر تفصلهم وعشر ثواني متبقية فقط. سادات بإصابة على أون توب سير من فريق الديد آيز جايز، وسادات أيضا مجبر أنه يغادر هذه المنطقة. يلا نتابع هنا الديد آيز جايز، محاولة نيد على الجهة اليسرى، ديد آيز جايز بثلاث إقصاءات ومهمة الريفايف في هذه اللحظة. منير ممكن تكشف، منير ممكن سهولة عندك بالنسبة لهذه الإقصاءات، ولكن لم يبدو الأمر سهل بالنسبة لفريق الرعد، بل يبدو الأمر صعب أيضا لفريق الديد آيز جايز للدخول إلى هذا الزون. يلا نتابع الزون، يضغط ألفا 7 بإبداعات متواصلة ومتتالية وبإقصاءات متتالية، والألفا 7 بامتياز في هذه اللحظات. مافيوسو مافيوسو بإبداع مستمر. ستلوارت يعاني هنا الآن من ضغط البي تي آر، وستلوارت إي سبورتس أيضا يغادرون منهم لاعبين، ويتبقى الكثير والكثير يصول ويجول الألفا 7 يبحث عن مشروع للانتصار، مشروع للدولارات، مشروع لجوائز، ومشروع لكأس، ومشروع ميتشيك، وأفراح وأفراح وسعاد والده المتواجد معاكم بين الجمهور. هو قادم فقط من ساو باولو لتشجيع ولده الصغير، لتشجيع ودعمه والاستمرار بحب هذه اللعبة وللإنجاز بهذه اللعبة. وبرستيج أيضا يبدع ويمتع، وريفايف البي تي آر على النوكداون اللي قاعد يصيب مافيوسو. يو الألفا 7، الله يا الألفا 7، نعم هذه رقصة سامبو موان فور، رقصة سامبو محرم، هذه متعة حقيقية بهذه اللحظات. قاعد يقدمها من؟ قاعد يقدمها لاعبين فريق الألفا 7 ولاعبين فريق السيفن سي. هنا الضغط من قبل لاعب سبراي جاد، والبحث عن يوسف باتجاه آخر، البحث عن دمار، محاولة من لاعبين فريق الفالكون من التحرك بأريحية. الآر إيش بعيدين عن الزون، والبي تي آر أيضا بعيدين عن الزون، والألفا 7 داخل الزون. هناك من يطلق بالنيران، وهناك من يعزف بالألحان، وبكلتا الحالتان أنتم وأنت يا الألفا 7
نعم وحوش هذا الزمان، وحوش فويكندي بهذه اللحظات، بي تي ار، جيم فوكس، جيم فوكس وتحركون الإعادة هنا اللي الله 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 يا مافيوسو، الله يا مافيوسو، وحش بامتياز بهذه اللقطة اللي قاعد نشوفها مع اليمين الشاشة. ضغط لاعبين فريق الار اي تي، صابة لأول لاعب، ممكن النهاية تتم عن طريق لاعبين فريق البي تي ار. سلامات سلامات بهذه الكلمة، يرحب بالار اي تي وممكن ينهي على ايت بينيد وميتشيك بامتياز. ضغط البي تي ار وممكن الدو يفعلوها، ولا لاعبين فريق السيفن سي يكونون قادرين بعشر ثواني فقط على اغلاق الدائرة وعلى تحرك الزون وعلى اللحظات اللي راح يكون مجبر بها البي تي ار على خوض غمار رحلة بمئة متر. نعم رحلة بمئة متر لدخول الزون. لا رايت قرروا يلعبون الكل بالكل. رايت دخل لاعب برستيج الى الزون عن طريق الفيكلز، راح باتجاه الالفا 7، هرب 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 برستيج، هرب من الالفا 7، هرب، ولا راح يقاوم برستيج بهذه اللحظات؟ يستطيع العنكبوت، يستطيع العنكبوت ان يفعل شيء. لنتابع نيد اولى من قبل لاعب ريفو، هو لايجيل هو المتحكم وهو القائد وهو ملك هذه اللحظات. كاريلو بنيد على برستيج، برستيج باول نيد يستطيع، بالثانيه يستطيع، وحتى بالثالثه بتحرك لاكسي، بتحرك البي تي ار. اضغط على ريفو واعطي فرصه لبرستيج انه يكون على الاقل باقي على ارضيه الميدان. لوكسي لوكسي باللوتش بي، وباللحظه الاخيره يكون قادر على التعامل بصوره جيده. هل من ريفايف؟ ميتشيك يسال اللاعبين هل من ريفايف؟ الاو تبيل اجواء المباريات من جديد. برستيج برستيج ولوكسي، الفا 7 متواجدين، بي تي ار متحركين، فالكون طامحين، و7 سي منتصرين. وين رايحه في كندي؟ وين هنا من ارض البوليفارد، من الرياض، من الجيمرز 8 التشيكن دينر اللي راح يكون على في كندي، راح يكتب بايادي من؟ هل هي برازيليه، هنديه، اندونيسيه، ولا لابناء المملكه العربيه السعوديه؟ المملكة العربية السعودية. هنا نهاية المباراة تقترب. نيد من لاعبي فريق البي تي ار، يا الله نيد على سراج وإصابة، وزون أيضا يضغط عليهم يا ولد. على نهاية الجولة دقيقة فقط تفصلنا عن تحرك الزون وعن الضغط وعن الإقصاء، وهنا يتأكد الفينش. الله يا ريفو 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 ريفو، ألفا 7 بقوة دخل، بقوة يحارب، بقوة ينتصر، وبقوة يتدخل، ومافيوزو يحاول هنا أمام لاعبي فريق السيفن سي. مافيوزو على الجهة اليمنى، مافيوزو بجنب ممكن يكون على لاعب سبراي جود، ولكن لم يتم الإقصاء بعد. فالكونز أيضا من الخلف يحاولون قدر المستطاع الإقصاء وقدر المستطاع البقاء هنا في هذه المباراة. وسبراي جود أيضا من ناحيته يضغط، من ناحيته بنيد، من ناحيته أيضا على طريق الزون الحالي اللي راح يضغط عليهم الكل، الكل بالكل، وفريق الألفا 7 بتدخل، الكل بالكل، وفريق الألفا 7 بسيطرة مهما كل الإقصاءات، مهما كل الإسقاطات. الألفا 7 يبقى بأربع لاعبين، الألفا 7 بيبدع هنا في هذه المباراة. كاريلو كاريلو هنا يسجل خامس إقصاء. الله 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 على راقي سير الصوبة. دمار يا دمار رب الأيم يا دمار. وكاريلو ألفا 7 بقوة هنا في نهاية المباراة. ألفا 7 هنا فريق السيفن سي، ميتيك يا ولد بإصابة على أحد لاعبين، متبقي فقط عنصر واحد. ألفا 7 ألفا 7 ألفا 7 ألفا 7 استقبال رهيب، ووينر وينر دي جي كندينر. ألفا 7 بعشرة آلاف دولار هنا في هذه الجولة الأولى بخريطة الإيرنجل. ما أجملها مباراة وما أجمل أداء هنا من مافيوزو وفريق الألفا 7. كاريلو وأيضا ريفو، جميلة جدا المباراة وأجواء رائعة بهذه المدرجات.